بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم من جديد بدرس جديد. اللي بنتكلم اليوم عن درس البلوك والان لاين تاج. ايش البلوك تاج وايش الان لاين تاج؟ تعالوا نشوف ايش هما الاثنين مع بعض. اول شيء بدنا نفتح الان ملف على السبلايم تكست ونسمي هذا الملف ضمن مجلد الموقع تبعنا اللي اشتمال اللي هو بلوك ان لاين دوت اتش تي ام ال. طيب هنشتغل على موضوع البلوك تاجز وهنشتغل على موضوع الان لاين تاجز. باختصار شديد احنا اخذنا مجموعه كبيره من التاجز، وكل تاج من اللي احنا اخذناها اما تكون بلوك تاج او تكون ان لاين تاج. التعريف البسيط للبلوك تاج اللي هو التاج اللي بيكون مفصول عن سابقه وعن لاحقه. لو اجينا قلنا مثلا من ضمن البلوك تاج ال H1 وكل ال H الموجودة H1 وأخواتها بنسميها H1 وامشي لحد H6 عبارة عن هاي لحد H6 عبارة عن بلوك تاج. برضو ايش في عندك شغلات في البلوك تاج؟ في عند الباراجراف بلوك تاج. هات لي تاجز برضو اخرى اخذناها اوردر ليست والان اوردر ليست برضه بلوك تاج، برضه الليست ايتم هاي الليست ايتم برضه بلوك تاج. لاحظوا الليست ايتم هل بيجي جنب بعضه؟ طيب ايضا برضه اخذنا من اللي اخذناه التيبل تاج. التيبل هل احنا التيبل بيجي جنبه ايتم معين ولا لا؟ لما بحط تيبل خلص التيبل بيستقل عن السابق وبيستقل عن اللي عن التالي له. كل هذه التاجز اللي احنا تكلمنا فيها هي تاجز اخذناها اوريدي دن، اخذناها في الدروس السابقه جميعها. ولكن اللي بنتكلم عنه في الانلاين في نفس السياق هو التاجز اللي بتيجي على نفس السياق وبتنزلش سطر، بتنزلش سطر. منها تعال كل التاجز اللي اخذناها في موضوع الفورمات، في عندنا برضو الايتاليك تاج والانفصاز اللي فيها خط المشدد، الايمج الصور هذه برضو عباره عن انلاين تاج، الانكور تاج عباره عن انلاين تاج. كل هذه الامور اللي اخذناها في السابق اما تكون بلوك تاج او تكون انلاين تاج. الفيصل في الاخراج النهائي، الفيصل انه بيكون البلوك تاج هو عباره عن تاج مفصول عن سابق ومفصول عن التالي له، اما الانلاين تاج بيكون هو تاج ضمن مين؟ ضمن السياق. لو اجينا حطينا ايمج وبجوارها ايمج بجوارها ايمج، لو كانت الايمج تحتمل تكون او كان مساحة الصفحة تحتمل يكون فيها ثلاث ايمج بيجوا بجوار بعضهم البعض، اما الباراجراف ما في باراجراف بيجي بجواره باراجراف ولا في باراجراف بيجي بجواره ايمج، لانه الباراجراف اوريدي هو بلوك تاج بينزل سطر عن السياق اللي هو بيكون فيه. طيب هيك تعريف بسيط وسريع جدا. في هذا الاطار في عندي اليوم حاخذ تو تاجز وهم الاهم تقريبا في موضوع تشكيلة المحتويات وضبط المحتوى في لغة الـ HTML. أهم تاج لأن من خلال قسم الصفحة إلى مجموعة من الديفجنز هو الديف تاج. يعني اليوم نتكلم عن البلوك تاج، أهم بلوك تاج هو الديف تاج. هذا إحنا اللي أخذناه وبناخده لسه اليوم، هو أول مرة نذكر الديف تاج، وهو عبارة عن ديف بيبدأ أوبن تاج وبسكر ديف كلوز تاج. إيش هذا اختصار للديفجن؟ اختصار لمين؟ لكلمة قسم، كلمة ديفيجن اللي هو اختصار لكلمة ديفيجن اللي هو الديف. طيب في الانلاين تاج ايش الاشياء اللي انا فعلا لو حصرتها وحطيتها ضمن سياق انلاين تاج بقى استطيع اصل ان اضع عليها مؤثرات؟ لسبان تاج، لسبان تاج. تعالوا نشوف المثال اللي حيوضح لنا ايش هو الديف وايش هو الاسبان. ناخذ الان مثال بسيط، افتح الان دوكيومنت اتش تي ام ال دوكيومنت وتعال نشوف كيف ممكن نشتغل على الديف تاج. لو اجينا في البادي وحطينا في داخل البادي ديف، وهذا الديف بدي اسميه ديف رقم ايش؟ واحد، ديف 1 اوكي. وتعال نشوف الثاني وهذا الثاني، هاي ديف رقم، هاي ديف رقم 2. ورجينا على الديف الثالث، هاي ديف رقم 3. لو اجينا احنا اطلعنا على الاخراج النهائي لهذا الموضوع ايش حنلاقي؟ هاي نتكلم على اللي هو بلوك انلاين. لاحظوا معايا الديف 1 وديف 2 وديف 3، هل هذا عباره عن بلوك تاج؟ اه بلوك تاج ايا كان، لانه نزل سطر ما كان في نفس السياق، ما جاش ديف 1 بجوار ديف 2 بجوار ديف 3. لاحظنا الفرق؟ طيب اوكي، اليوم بدي اتكلم على موضوع الاسبان.
طيب كيف بدي اجيب الاسبان؟ لو اجيت انا قلت باراجراف، تعال ناخذ هاي باراجراف، اختار باراجراف هالو وورد ان دكتور غزال هوم بيج. واجينا احنا الان كررنا الكلام هذا، واجيت انا بدي باطار محدد اعتبر لدكتور غزال انه بدي احطه في استقلاليه، يعني الان بدي افصل الدكتور غزال وين وجد، افصل احطه ضمن مين؟ ضمن سياق اللي هو الان لاين تاج. ايش ممكن اسوي؟ عشان انا افصل هذا وادي له ايدنتيتي او اعرفه او احدده ضمن سياقه اللي هو موجود فيه في اطار الباراجراف، بحط قبله سبان وبحط بعده سبان، بحط قبله سبان وبحط بعده مين؟ سبان. هاي دكتور غزال بدكم اياها، وهي ايش؟ وهي سبان. وباجي هنا نفس القصه، بفتح هنا اقول سبان وباجي بقول هاي دكتور غزال بين الاوبن تاج والكلوز تاج سبان، وهكذا. ننسى خالي ونيجي هاي كنترول كوبي، هاي وين دكتور غزال؟ هاي دكتور غزال، هاي كنترول في، وهنا كنترول في، وهنا كنترول في، وهنا كنترول في، واخر واحده او قبل الاخيره كنترول في، واخر واحده او كنترول في. طيب نعمل سيف. لاحظوا معي الان في عندي هنا ان لاين تاج، صارت السبان ان لاين تاج، وهذه عباره عن مين؟ عن بلوك تاج. في تغير؟ لا ما فيش ولا تغير. لو جينا قلنا هاي غزال في عليها تغير؟ لا فيش عليها اي تغير، عليها تغير ولا في عليها اي تغير. طيب عشان نوضح التغيرات اللي صارت هنا بدنا نقول وين استخدامات الديف، وين استخدامات الاسمان. في الغالب يا جماعه استخداماتها هتيجي مع الكاسكيد ستايل شيت. لو طرحت سؤال كيف يمكن ان انا احط مؤثرات على غزال وهو كلمه في اطار باراجراف، هاتوا حل. فكر فكر، فيش حل. اليوم جبنا سبان حتى نحط الحل في هكذا حاله. الان سبان عندي موجوده، ما بضل عندي الا انا اقول كيف بدي احط المؤثر. بدنا نحط المؤثر في سبان، طالما سبان هاي السبان الان هي في اطار الحالي، الاطار الحالي لسبان تاج. باجي بقول هاي بفتح تاج اللي هو الستايل، في داخل الستايل تاج هاي سبان وافتح قوس، وهي الديف وافتح قوس، وهي الديف. اصبح انا الان بدي احط مؤثرات على سبان ايا كانت سبان، لانه هي سبان انا واحده حتيجي عليها. وين في سبان حيجي عندي المؤثر مع السبان الموجود؟ لو كان عندي 1000 سبان في نفس الدوكيومنت حياخذوا المؤثرات لحظه. الان تعالوا احطوا مؤثرات. كيف نحط مؤثرات؟ هاي نقول فونت فاميلي، ممتاز. ايش بالمناسبه تعال شوف ايش الخط اللي بيظهر عندي، خط اللي بيظهر عندي سيريف يعني بحواف. بدنا نقول له سانس سيريف، وبدنا نقول له فونت سايز اللي هو حجم الخط خليه 130%. باك جراوند كلر نقول باك جراوند كلر عليه حطه اللي هو بلاك او يلو، نقول يلو. وضحت؟ ولو بدنا نحط كلر له هاي كلر، حطه كلر عليه وايت. يعني بدنا نحط عليها مجموعة من المؤثرات بحيث المؤثرات تنزل على مين؟ على كلمة دكتور غزال وفقط. طيب تعال شوف الديف، بدي على الديف احط مؤثرات. هنا في نقطة صغيرة يا جماعة، صلوا على النبي. طيب انا حطيت الديف ممكن احط ويدث للديف، يعني بدي اقول الويدث تبعت الديف ممكن انا احط الان 100% بحيث ياخذ عرض الصفحة، وممكن احط برضو ايش؟ بيكسل، يعني اقول عبارة عن 300 400 700 بيكسل وما الى ذلك. طب تعال نديله هايت ارتفاع ابن 100 بيكسل، وتعال نديله اللي هو باك جراوند كلر خلفيه بنحكي عن بلاك، وتعال نقول حتى يتميز اكثر، ونيجي نقول عن الكلر وايت. طيب بكفي بهذا القدر لنشوف ايش اللي صار عندي في موضوع المؤثرات اللي جبناها من خلال السبان تاج اتريبيوت والديف تاج اتريبيوت اللي هي تاعت الستايل شيت. نفتح هنا ونشوف ايش اللي صار. شفتوا ايش صار؟ صار عندي الديف الاول هي اخذ 100 بكسل مع عرض 100%، الديف الثاني الديف الثالث. طب بدي اعمل فاصل بين كل ديف والثاني، بحط هنا بريك لاين بي ار بريك لاين بريك لاين، وقول كمان لو بدنا نقول كمان بس خط ثاني بريك لاين، هاي بين الاول وهي والثاني، بعد الديف الثاني وبعد الديف الثالث.
هيك تقريبا الامور عندي صار في عندي بريك لاينز. افتح انتر. ايوان شفنا الان ايش صار. اليوم انا بتكلم قاعد الديف والسبان اتمكنت اني انا اتحكم في حيز كامل سواء بلوك من خلال الديف او حيز محدد في اطار سياق نصي اللي هو استخدمت مين؟ اخذت سبان. لاحظوا ايش سويت؟ حطيت المؤثرات كلها على نفس الكلام. وين كان في سبان كان في مؤثرات. طب سؤال اللي بيطرح نفسه وحنهي من خلال الدرس، هل الان لما انا استخدمت الديف واستخدمت سبان استخدمتهم على اطلاقهم؟ طب ماذا لو كان عندي 100 ديف وكل الموقع عباره عن مجموعه ديفز؟ كيف بدي اتحكم في الديف تاع الهيدر او الديف تاع النافيجيشن او الديف اللي على اليمين او الديف اللي على اليسار او الديف الاسفل او الاعلى؟ كيف اتحكم في الكلام هذا؟ طب كيف اتحكم في الاسبان تاع الدكتور غزال او الاسبان تبع مثلا اللي هو شركه السي ان ان او تاع شركه الجزيره وما الى ذلك؟ بدي اعمل اسبان مثلا خاص بشركات، اسبان خاص بافراد، اسبان خاص بالدكتور غزال. كيف بدي اميز بين هذا وبين هذا وبين ذاك وكذلك بين الديفز المختلفة؟ هذا سؤال كبير بيحتاج إلى درس إضافي انضاف على موضوع الديف، ألا وهو كيف نتعامل مع السكشنز أو مع الديفيجنز المختلفة أو مع التاجز المختلفة اللي في داخل الـ HTML document، وذلك باستخدام الكلاس والID اللي هو الIdentity. انتظرونا في الدرس القادم حنتكلم عن موضوع الكلاس والآيدي إكمالا لهذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.